خلينا نروح لنادي الأهلي ومواجهة اتحاد جدة السعودي غدا بإذن الله، بكل ظروف بقى المباراة المحاوطة من شكل اتحاد جدة، البداية الموفقة أمام فلامينجو اوكلاند سيتي. وأوكلاند سيتي. فلامينجو برازيلي ده قديم، أنا جبته منين؟ جبته إزاي؟ وأوكلاند سيتي، وإن شاء الله مواجهة النادي الأهلي غدا. اللقاء ده متابعة الصحافة المصرية بشكل عام ليه عاملة إزاي؟ طبعا لقاء مهم، لقاء جماهيري من الطراز الاول ما بين الاهلي وما بين اتحاد جده، الكره المصريه مع الكره السعوديه، مع اتحاد جده بالنجوم العالميه اللي موجوده فيه. لكن النادي الاهلي طبعا متسلح بالتاريخ، عنده 3 ميداليات برونزيه في تاريخه، النادي العربي والافريقي الوحيد والنادي الوحيد خارج اوروبا اللي عامل الانجاز ده. فبالتالي النادي الاهلي مواجهه تكون قويه، ولكن النادي الاهلي كتير قبل كده كان بيتحط في ظروف زي كده وبيقدم مباريات مميزه وبيقدر ان هو يكمل في البطوله. شفنا تصريحات لاعيبه النادي الاهلي يعني على عن المباراه وقد ايه ان هم متحمسين ومتحفزين لهذا اللقاء المهم. كهربا كان واحد من الناس اللي اتكلمت، وهو طبعا يعني لعب قبل كده لاتحاد جده، وبالتاكيد كمان اتوقع جمهور كمان اتحاد جده هيكون استقباله مختلف لكهربا في ملعب المباراه. فجماهير طبعا اتحاد جده من اهم الاسلحه اللي هتكون بالنسبه لنادي الاتحاد، لكن زي ما قلنا يا مرهان انه دي كمان اول مواجهه ما بين الفريقين بعد 18 سنه في كاس العالم للانديه. المواجهه كانت قبل كده في 2005 حسمها النادي الاتحاد بهدف محمد نور نتذكر في اول مشاركه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لكن بعد كده النادي الاهلي عمل تاريخ كبير في كاس العالم للانديه. شفنا فوزه على نادي الهلال برباعيه، الهلال السعودي. اذا النادي الاهلي مش النادي اللي هيكون يعني بالمعنى الدارج لقمه سائغه في فم نادي الاتحاد، لا طبعا هتكون مباراه قويه للغايه هنستمتع بيها على المستوى الفني. وانا اتوقع ان الاهلي كمان هيكون في يوم غير طبيعي بالنسبه له، في يوم غير عادي ان هو يقدر يكمل لدور نصف النهائي ان شاء الله في كاس العالم للانديه.